أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أن أعرفكم بنفسي، أنا الدكتور صالح محمد العذري، أستاذ الطب الباطني والقلب كلية الطب جامعة عدن. نقدم لكم وبشكل مستمر الفيديوهات والقصص الطبية اليومية من حالات واقعية عملية ومهمة جدا، نظرا من إيماننا العميق من أهمية التعليم الطبي المستمر. ولكم تلك الحالات أحيانا تكون نادرة وصعب مصادفتها حينما نريد، وإيماننا العميق بتأثير التعليم المرئي والمسموع في آن واحد على الذهن المتلقي، والذي نتمنى من الجميع بقدر استطاعتهم أن ينشروا ما لديهم من حالات وخبرات مهمة، لكون الحالات المميزة أحيانا يصعب إيجادها في الوقت الذي يريد الأستاذ الجامعي وطالب العلم والمعرفة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح المستمر والدائم، وإلى الأمام. العلم في العقول والنجاحات تكون على أرض الواقع، ونتمنى أن تستغلوا وسائل التواصل الاجتماعي خير استغلال لما فيه الخير والمنفعة، وما يساعد على تثبيت وإرساء فهمكم العميق للمادة الطبية، وبالتالي خدمة المجتمع المحتاج إلى الخدمات الصحية الأساسية، وبشكل شديد خاصة في مجتمعات فقيرة مثل مجتمعنا. لكم جزيل الشكر والتقدير، ولكل من ساعدنا في نشر العلم والمعرفة جزيل التقدير والاحترام، ودمتم.